يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. تاني أيام عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير، والشعب المصري شعب كريم وشعب يستاهل كل الخير. النهاردة مع بعض زي في رمضان ما سبتكمش، كنا معاكم خطوة خطوة. احنا برضو في أجازة العيد عارفين ان احنا قاعدين في البيت بنعيد، وعايزين برضو نعمل حاجات حلوة وسهلة، وخارجين من رمضان من المسمن والمحمر والمشمر والحاجات اللي خلت لنا أوزاننا تقلت. فتعالوا مع بعض هنعمل ايه النهاردة. معانا حتة لحمة من ألتر كوت جميلة جدا، حتة عزيزة كده في الدبيحة سواء العجل أو الخروف، هنعملها مع بعض النهاردة مشوية مع الأعشاب. هنشوف نشويها ازاي مع بعض، ومتبقاش حلوة غير لما تاخد مكعب زبدة كده لطيف وحلو، واخد الفليفر بتاع الروزماري مع الزعتر، ونشوف هنقدمها لحضراتكم ازاي. معانا طاجن تورلي النهاردة، وحقوق الطبع لدينا وبس، كلنا بنعمل التورلي، بس ان احنا نعمله بدون لحمة وفراخ عملناه، بس انا هعمله النهاردة بالبيستو صوص. ايه هو البيستو صوص ده؟ ريحان اخضر واخد لوز او عين جمل او صنوبر، اي نوع من المكسرات غالي شوية، مع عين جمل وتوم. فالخضار بتاعي هنا هيتعمل مع البيستو صوص، طاجن تورلي جميل جدا ده في ايام العيد وفي اجازه العيد، حاجه لطيفه وجميله، وفرصه ان احنا نبعد عن اللحوم شويه والفراخ شويه. معانا مافن النهارده بالبرتقال، كلنا عارفين البرتقال فيتامين سي، والاطفال الحلوين ممكن الكحك شويه فيه دسامه، واحنا بناكل كحك برده، معانا الكحك في العيد زي ما حضراتكم شايفين، معانا ايام العيد كلها. حابب اعمل حلو طفولي كده لطيف اسمه مافن البرتقال بطريقة الخاصة، هنقدمه لحضراتكم النهاردة، وحاجة جنب كحك العيد، حاجة جميلة زي الفل. طيب السلطة بتاعت النهاردة حابب ان هي تكون كمان قيمتها الغذائية وتساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول والدهون. ايه اللي ممكن تكون طبق سلطة؟ هعمل سلطة الخس بخل التفاح. خل التفاح وخل البلسمك الاثنين واحد في الطعم، هياخدوا عصير ليمون وزيت زيتون، والسلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا وليها فايده، اللي هي بتخلص الجسم من الكوليسترول والدهون. خلينا نشوف حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها كمان اكل صحي تختار تاكل اللي انت حباه من على السفره بتاعتك. وعيد سعيد علينا وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طب نطلع بالستيك المشوي، لان احنا محتاجين نحطه على الجريلا يستوي شويه على ما نعمل المافن مع بعض. مقادير الستيك المشوي على الشاشه، حته انتركوت حلوه كده، دول بيعملوا كيلو وربع تقريبا، معانا الروزماري ومعانا التوم، معانا بصلايه ناعمه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه جوز الطيب. دي المقادير بتاعتنا على الشاشه. حلو الكلام، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل المارينيه بتاع اللحمه دي. معانا تومه عينيه اهو، توم، شويه خل، خل التفاح، ومعايا خل بلسمك كمان اهوت. خل البلسمك ده بيدي للحمه طعم حلو جدا. ايه هو خل البلسمك ده؟ شوف اللي هو خل العنب اهو زي ده كده مع بعض، ومعانا معلقه هريسه حلوه، ومعانا هنا ريحان وزعتر في ليفر حلو قوي اهو زي الفل. سقطه كده على الخلطه دي كده اهو، اعشاب اللي عندك، معانا زعتر اهو زي الفل، نفرمه بالسكينه كده سريعا اهو، بيدي طعم حلو قوي للحوم المشويه. الزعتر الفريش الطازه اللي معايا ده كده اهو، ناخده كده، اللهم صل على النبي. شويه الملح حلوين وشويه الفلفل. عايز احط حته اللحمه دي على النار كده ونشم ريحتها الحلوه، والفلفل الاسود، شويه روزماري، نقلب دول كلهم مع بعض، اللهم صل على النبي. اهو التقليبه دي حلوه، ايه الاخبار؟ اهو فله، الريحه دي حلوه قوي. اشيل دي كده اخليها على جنب، واخد اللحمه بتاعتي، اللهم صل على النبي، واحطها في المارينيه كده اهو كده، واحطها على الجريلا تستوي. حته اللحمه دي ما بتاخدش وقت كتير في السوى، زي ما هي كده اهي. واخد دي كمان نفس القصه، معانا شوية زيت صغيرين على الجريلا، جريلا سخنة خلي بالك، تبعدي ايدك بعيد لأن درجة حرارتها عالية جدا زي الفل. ناخدها كده، اللهم صل على النبي، اهي اهي، العب زي ما هي كده اهو اهو،
خلاص الدنيا افطار دلوقتي. الريحة دي على فكرة يعني لوحدها كده كفيلة تخلي الواحد لو احنا بنعملها في الصيام. الله. حط المريلة ده بتاعنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، عايش جوه الأدخنة. هو ده ده الستيك المشوي بتاعي او الانتر كوت بتاعي الحلو الجميل في قلب النار. الحتة الانتر كوت ديت موجودة في الجزء الاوسط للذبيحة، العجل مثلا بتلاقيها في الجزء الاوسط من فوق، يعلو الجزء الاوسط من فوق، عشان كده هي حتة لحمة سمينة بيكون سعرها غالي شوية، ما بتاخدش وقت كتير في السوى، حتة عزيزة شوية خلي بالك، وما بتقعدش عند الجزار كتير، فعشان كده لازم تهتمي بيها وانت بتسويها بشوية اعشاب حلوين عشان الطعم بتاعنا ما يهربش من ايدينا. النظافة اول باول في مطبخك كده زي الفل تمام، ونغير كده الجلافز ده كده ونخش على الحلو اللي احنا هنعمله مع بعض على اللحمة بتاعتنا ما تستوي. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نقدم حتة لحمة مشوية ممكن يكون سعرها غالي شوية. الانتر كوت طبعا في الجزء العلوي من العجل اللي بينذبح بتبقى نسبة دهون فيها شوية، حتة ملبسة ما بتاخدش وقت كبير على النار، زي ما حرفين شو حضراتكم كده هي خلاص مستوية. بعمل الصوص بتاعها اللطيف الحلو، العب هو ده زي الفل. معايا القوام بتاعي ده كده، الصلصة دي هتنزل عليها دلوقتي. طبعا انت مش مطلوب منك كده النار سخنة معانا مفيش مشكلة، بس طبعا انتوا عارفين علشان انا وقت البرنامج فلازم تكون النار شديدة معايا. انت في مطبخك رايقه كده زي الفل اهو، ادي الصلصه بتاعتي بالشكل ده كده اهي. دي عباره عن ايه يا شيف؟ عباره عن فلفله حلوه هريسه حمراء معاها خل بلسمك معاها روزماري معاها زعتر معاها زبده، شايفين مع بعض كده، فلفل اسود مجروش بنزل بيها على حته اللحمه كده اهي. ايه رايك في الصوره الحلوه دي يا شفي؟ اهو واسيبها تاخد غلوه في قلبها كده. بجهز طبق التقديم معانا بالشكل ده كده، طبق حلو زي الفل كده اهو تمام. ايه الاخبار؟ اهي غلوه، يتعرفوا على بعض كده، حته لحمه ملبسه فيها كل حاجه حلوه انا بحبها. باخد تغرفه هنا كده، بصراحه انا لو باكل دلوقتي هقدمها في نفس الطاسه، يعني حابب ان انا اقدمها في نفس الطاسه يبقى شكلها حلو اهي. شايفين كده ما شاء الله يعني على قد السرفيز اللهم صل على النبي، زي ما هي كده. وانزل بالصوص ده كده بتاعي، الله مركب حته لحمه، هنسيب اللحمه وناكل الصوص بتاعها الحلو ده كده. الف انا وشفا حلو قوي. تعالوا نروق السرفيس بتاعنا، ومعانا سلطه حلوه. هنجهز الدرسنج بتاعها، عباره عن خل بلسمك وعصير ليمون واحنا او خل التفاح، واحنا عارفين كلنا خل التفاح قيمته الغذائيه حلوه، بس نصيحه مني ده طبعا ما تستخدموهوش او انك انت تحطيه في الاكل ويبقى على الريق، يعني تبقى المعده فاضيه، لازم تكون المعده مليانه بالشكل ده كده. طيب ممكن عندنا جزر زي ده كده، بنحط هنا شويه جزر حلوين بالشكل ده كده. ده فجل احمر مبشور بحطه هنا كده. الفجل الاحمر ده على فكره اللي بيطلع منه الصلصه الصيني او الصوص الصيني، حلو الكلام بالشكل ده كده زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل السلطه دي بسرعه بتاعتنا، هنعملها مع بعض ازاي. الوسابي صوص، الوسابي صوص على فكره اللي هو من المطبخ الياباني او الصيني بيطلع من الفلفل من الفجل بتاعنا الجميل الحلو ده الاحمر او الابيض. السفره بتاعت النهارده في تاني ايام العيد، كل عام وحضراتكم بخير. كنت حريص كل الحرص ان انا احط قدامي كده هدف بعد العيد، زي ما احنا مع بعض كده في اجازه العيد كنت حريص ان احنا نكون مع بعض، كنا في رمضان خطوة خطوة في العيد كمان نقدر ان احنا نتخلص من الدهون اللي كناها والحاجات الدسمة. عملت طاجن تورلي جميل جدا هو سيد السفرة، في كل الخضروات مع البيستو سوس يعني اوميجا 3 مع عين الجمل او اللوز مطحون طبعا مع الريحان والثوم. عملنا حتة لحمة مشوية اللي هي الانتر كوت جميلة جدا، حتة لحمة ملبسة حلو مستوية واخدة صوص لطيف وحلو بخل البلسمك مع المستردة صوص والهريسة اللي هي الفلفلة الحلوة الطابع الشرقي فيها. معانا مافن جميل جدا بالبرتقال انا شخصيا بعشقه، ده مع كوباية القهوة وكوباية الشاي خلص الكلام. معانا سلطة جميلة تتحدث عن نفسها، لوحة فنية عبارة عن خس كابوتشا وخس بلدي بياخد الخل التفاح مع الصوص اللي انا عملته، وكمان زيناها بالجزر والفجل الاحمر بتاعنا الجميل. رؤية
فن، إبداع. كل عام وحضراتكم بخير، والشعب المصري الشعب الأصيل بخير وسلام يا رب، وإيد واحدة، وكل سنة وأنتم طيبين. وبكرة إن شاء الله برضو لنا مفاجآت مع العيد. كل سنة وأنتم طيبين. شكراً.